العراقة، من بصمة وهران، من موسيقى الديوان التي هي عريقة عرقة المنطقة. مجموعة با، مكتوب المجموعة با. نعم. من عندك؟ لا موجودة، هذه هي عملية القرعة. إذا الخاصة خدنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد السبعيل. الحلقة ديال اليوم اللي غادي نتكلموا على المؤامرة المخزنية المغربية المروكية على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تصور أن الجيران اللي منهك ما قدروش ينظموا ويقادوا قرعة مقادة، قرعة ديال هاد الألعاب مقادة، وقال لك بغاو ينظموا بطولة ديال البطولة كلها والفعاليات كلها. غادي نشوفوا واحد الفضيحة ديال القرعة، ديال القرعة. أنه تصور أنه دولة وحدة هزوها جوج مرات، لقاوها جوج مرات كاينة في هذيك لابواط فاش كيخدموا، جوج مرات كيهزوا الدولة. غادي نشوفوا هذه هذا المقطع. كذلك اليوم في نفس القرعة، نفس القرعة يعني الحفل ديال القرعة، جابوا قناوة، قناوة ديالنا المغربية اللي كتعرفوا، وتكلموا ونسبوها الى انها تقى من الثقافه ومن الاهازيج العريقه في اسم كذا 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 كذا. اليوم حنا بالدليل 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 وبالصور وبالحجج وباش ما بغاو غادي نردوا على الترهات كلها، الترهات ديال قناوه جزائريه غادي نردوا عليها بالدليل. تبعوا معنا الحلقة من الأول، وما تنساوش رجاء عن رجاء عن رجاء راه درنا باج جديدة في فيسبوك. الباج القديمة غادي نسدوها لأن فيها بعض المشاكل التقنية، ها هي الباج ديالنا الجديدة، وغتلقاو الرابط لتحت. ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم والزيارة ديالكم. مشينا مع محمد السباحي. تحية مجددة، تحية مجددة. عقلتوا على الكلام اللي كان قال كذبون في واحد اللقاء صحفي شهري ديالو كيديروه شتا الشهر ما دار والو. نتمنى المنع خير عمي كذبون. رجعوا انه تكلم عن مؤامرات على البحر، الالعاب البحر الابيض المتوسط، وكاينه كانوا بيدوها لواحد الدوله وكذا وكذا. رجعوا لهذاك التعليق ونبنيو عليه باش ندخلوا لواحد الفضيحه جديده. سير مسيو كذبون، كانوا معولين يعطوها لبلد اخر، يعني ظلما وعدوانا اولا. ثانيا الدوله ما اهتمتش بالجانب هذا، الدوله ما اهتمتش بالجانب هذا، بدينا نهتموا به. هذه سنه ونص باش خدينا تدابير بالنسبه للملعب، بالنسبه للملاعب، بالنسبه لهذه، بالنسبه في هاد النقطة تكلم كذبون على جوج الأمور. علاش ما بغاوش يعطيو التنظيم إلى الجزائر وكانوا بيسحبوا التنظيم وعطوه لواحد الدولة أخرى ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. هذا هو السبب. والسبب الثاني اللي قال هو أن الدولة ديالهم ما كانتش مهتمة. بغيت نقول لكم لأن الدولة ديالكم ما كانتش مهتمة، لهذا كان سيسحب البطولة والتنظيم. كما قلت أنت، حنا ما عندناش خبر ديال السحب، وغادي تعطى لدولة أخرى. تكلمتوا على المؤامرة بزاف مرافقة لهذ الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط، وبعض الصحف ديالكم مشاو تكلموا على المؤامرة المخزنية المروكية من أجل نسفي وكذا وكذا هاد الألعاب. ملي كنتكلموا على الفضائح اللي كاينة ديال الفضائح الإعلامية اللي خلاتكم أنكم تجريو على المدير ديال الحملة الدعائية المتعلقة بالبنية التحتية، المتعلقة اليوم بالقرعة، والقرعة عباد الله ما قدروش ينظموها كما هي. قرعة ديال الألعاب، القرعة ديال الألعاب ديال الله يحسن العوان، قرعة الله يحسن العوان. غادي نشوفوا واحد المقطع فضيحة، شوها غير مسبوقة. تصور أنهم ما قدروش ينظموا هذه القرعة وبينظموا الألعاب. الفضيحة هي كالتالي، شوفوا معنا مزيان. الله يرحمكم الوالدين. إذن إسبانيا هي من ستتصدر المجموعة الثانية حسب الترتيب. L'Espagne va prendre la tête du groupe B donc pour ce premier tirage au sort. Nous allons continuer. Comme il n'y a que 10 pays, alors nous avons deux poules. إذن مزيان، حنا تعرفنا دابا في القرعة إسبانيا في واحد المجموعة. نزيدوا القدام، نزيدوا القدام. داز 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 مزيان، داز 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 القرعة. سير
مزيان ها هو بالمجموعات دابا كلهم كما كتشوفوا معنا بقاو كيهزوا هذه كيهزوا هذه كيهزوا هذه كيهزوا هذه تبقات لهم دابا واحد الدوله غادي يضيفوها كما كتشوفوا معنا المجموعه الاولى كاينه فيها تونس وسلوفينيا ومصر واليونان الثانيه فيها سباليون فيها تركيا وفيها اعتقد مقدونيا وكذلك الجزائر يعني بقات لهم دوله وحده دوله وحده اللي خصها يزيدوها في المجموعه ا اجي نشوفوا هذه الدوله شوف معنا تبع مجموعه با مكتوب المجموعه با نعم من عندك لا موجوده لا موجوده لا موجودة هذه هي عملية القرعة إذا الخاصة نعم الأخيرة هي الأخيرة نعم. مش موجودة هناك الأخيرة راح تكون هي صربيا إذا صربيا هي موجودة الصبليون بتكون في المجموعة أو في المجموعة بي على فضيحة كبيرة أمام أنظار كاميرات العالم وخا الحفل ديال الله يحسن العوان لا من ناحية الإنارة لي بونرول كل شيء داكشي اللي كاين ديال الله يحسن العوان في نفس الألعاب قال لك بيريحوا على ريوسهم واحد شوية بين واحد شوية ديال الفولكلور وهذا الفولكلور لأنهم في مدينة وران وران هي المستضيفة لهذه الألعاب خصهم يديروا لنا شي فولكلور ديال هذه المدينة وديال الثقافة ديال هذه المدينة مزيان سير كمل لينا من العراقة من بصمة وهران من موسيقى الديوان التي هي عريقة عرقة المنطقة وغرب الجزائر سنبدأ مباشرة بسماع هذه الفرقة الموسيقية لديوان وبعدها نبدأ مباشرة بحفل عملية سحب قرعة الرياضات الجماعية لألعاب البحر الأبيض هذا بلاتي كنشوف تما نجمه المغرب وكنشوف الالوان ديال العلم المغربي وكنشوف مجموعه ديال الامور وعلاش كتقول لنا سيدي هذا الشيء من الثقافه ديالكم علاش كتقول لنا من العراقه ديالكم ها هما الاعلام ديال المغرب النجمه الخماسيه ماشي ديك النجمه ديالكم نتوما راه عامره ما فيهاش دوك الخطوط حنا راه مقاده غير بالخطوط نتوما راه كتكون عامره النجمه ديالكم من الداخل ها الاعلام المغربيه وقال لي قناوه نسمعوا واحد شويه لهذا الفولكلور ديال اللي كيقولوا لهم الديوان ايوا اجي نقراكم واحد شويه ونعطيكم واحد شويه دروس في التاريخ موسيقى قناوه هي موسيقى إفريقيا عريقة جات من غينيا إلى الميناء ديال الصويرة كان الميناء ديال الصويرة في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر من أكبر الموانئ في المغرب وكان كيجيو ما يسموا بالعبيد كان كيجيو لهذا المرسى أو الميناء ديال الصويرة استوطنوا المنطقة وبدا تما الفولكلور ديال قناوة نسبة إلى غينيا كنقولوا فواسا كنقولوا بهجاوة نسبة إلى بهجة مراكش فواسا نسبة إلى فاز كنقولوا الجراوة نسبة إلى ليزالجيريان والور قناوة كانت نسبة إلى غينيا هنا جاو دخلوا المغرب تزوجوا بمغربيات كانت تناسبوا استوطنوا المغرب ولكن بقات عندهم النغمة والفولكلور ديالهم مزجوا بالفولكلور والثقافة والميزان ديال التراث المغربي وكان ميلاد ديال قناوة الأصل ديالهم صويرة وكان اليوم في مكناس كاين في مراكش كاين في أكادير كاين في تيزنيت كاين في ولاد برحيل كاين في مجموعة من المناطق المغربية كاين ما يسمى بالفولكلور القناوي وأكيد المناطق المجاورة يعني المحادية للمغرب من جهة الجزائر وهران عين تموش تلمسان بالشار مجموعه من المناطق مشى لهم قناوه دخلوا لهاد المناطق لانهم قراب للمغرب والدليل ان قناوه ما كاينش في مناطق اخرى في الجزائر يعني كاين غير في المناطق الحدوديه على المغرب ونزيدكم دليل اخر هو انه اليوم
اليونسكو قد صنفت فن أجناوة تراثا مغربيا. وها هو المصدر، ما نجيبش لك أنا المصادر المغربية، كنجيب لك مصادر دولية كبيرة. وكانت الأناضول هي كانت كتبت اليونسكو تصنف فن أجناوة بالمغرب تراثا إنسانيا، وفهاد الشيء في 2019. نجيب يعني موقع ديالكم ديال الحياة كذلك، يعني جزائري هذا في 2019 كان واحد شوية ديال خواخوا ما بين الشعب وكذا، ما كانش هاد السم اللي كاين فيكم اليوم بعد دخول كدبون وشنقريحة إلى الحكم. اليونسكو تصنف موسيقى الغناوة مغربيا تراثا ثقافيا، وكتبتوا كلام زوين في هذا المقال. أجي شنو هو الأصل ديال هاد الغناوة؟ دخلت لواحد لاباج ديال مجموع شي جزائريين، يعني فريق ديال القناوة، فرقة ديال القناوة كتسموها ثم الديوان، سميتها جميع جمعية طريقة زاوية سيدنا بلال عين تموشنت. طريقة زاوية سيدنا بلال عين تموشنت، عين تموشنت هي راه كاينة ولاية على الحدود مع المغرب من جهة السعيدية، ولكن فين جات زاوية سيدنا بلال؟ ملي كنديروا واحد شويه ديال الغوشيغش كنلقاو ان سيدنا بلال هو الاب الروحي ديال الفن القناوه، يعني الفن ديال القناوه في العالم اليوم الاب الروحي هو سيدنا بلال. وهذه الجمعيه الجزائريه اللي كاينه في عين تموشنت تؤكد ذلك. ملي جي قلبنا على هذا سيدنا بلال فين كاين، فين كاين زاويه سيدنا بلال؟ كاينه في النواحي ديال الصويره، والضريح ديالو كاين في النواحي ديال الصويره، وكاينه جماعه، يعني الجماعه فين مدفون هو سميت بجماعه زاويه سيدنا بلال كما كتشوفوا معنا في الصور. اذا اليوم جبنا لكم الجدر ديال الطريقه القناويه منين كاينه، وكيفاش حتى مشات الجزائر. غير المره الجايه الله يرحم لكم الوالدين، الا بغيتوا تبقاو تخنشلوا او تسرقوا شي حويجات اشيروا الى المصدر الحقيقي ديالها. خذنا نهاية الحلقة، ما تنسوش دائما ابوني اشتراك تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.